إذن مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، التحية متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح في هذه المنافسات الجميلة والرائعة التي أشهدها هذا الميدان عاصمة ميادين السباقات، ميدان الوثبة ليسير شوطنا السابع بحفظ من الله وتوفيقه، ويحمل منافسات الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق دائما للجميع، ومباشرة أنطلق مع المنطلقين وأسير مع مبهر اللي على المركز الأول لسعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري، يأتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني مبشر بشعار سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، بينما المركز الثالث وصولا من النصر فاضر بن راشد بن سالم الشامسي، بينما المركز الرابع هذا الوسمي لعلي بن سالم بن علي بن شرارة الاكتبي، بينما المركز الخامس وصل الحذر علي بن احمد بن مانع بن علي بن رحمه الشامسي، بينما المركز السادس وصول جميل هنا على المركز السادس من العازم لفرج بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي، أما المركز السابع سابع المراكز هنا ري لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد، وثامن المراكز مع انطلاقة هذه المنافسات الجميلة على المركز الثامن وصل فيه هنا ملبي محمد بن علي بن محمد وحماد الشامسي، بينما المركز التاسع تحرك فيه وانطلق هملول لسعيد بن محمد بن سعيد العامري، وعاشر المراكز مع مشغل عوض بن خميس بن محمد الشامسي. هكذا هي النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة في هذا الاندفاع وفي هذه المنافسة الجميلة، لكني بعود إلى المركز الأول، بعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط هنا بهذه الانطلاقة المميزة والتحديات الرائعة والجميلة هنا على أرضية الميدان على هذه المنافسة والتحديات، لكني بعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة هناك إلى الوسمي اللي على المركز الأول، الوسمي على الصدارة يتقدم ويتحرك هنا بهذا المستوى الجميل، يقدمه لنا هنا علي بن سالم علي بن شرارة الاكتبي متصدرا للمشهد ومتقدما هنا في هذه الاندفاع، بينما المركز الثاني مبهر سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري، أما المركز الثالث فهناك الوصول من الحدر علي بن أحمد بن مانع بن علي بن رحمة الشامسي، أما المركز الرابع فانطلاق مميز هنا من النصر فاضل بن راشد بن سالم الشامسي، بينما المركز الخامس وخامس المراكز وصل فيه وتحرك بهذا المستوى مبشر سعيد بن منانة الاكتبي، يأتي مع المركز الخامس، بينما المركز السادس تحرك فيه ري سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد هنا على المركز السادس، بينما المركز السابع العازم فرج بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي، والمركز الثامن ثامن المراكز انطلق ملفت حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، بينما المركز التاسع انطلاقه مميزه من مكفي النشمي بن حمد بن متعب العامري، بينما المركز العاشر عاشر المراكز هنا مع انطلاقه هذا التحدي الجميل صياد محمد بن صغير بن محمد المنصوري. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل بانطلاقة هذه المستويات الرائعة والجميلة هنا على ارضية هذا الميدان، هنا القوة والارادة والطموح الذي لا ينفذ دائما مع هذه الشعارات والاسماء، وابناء الصحراء ابناء البادية دائما يقدمون ما هو جديد متعلقين بالامال والطموحات التي ترى
ترافقهم دائما في حلهم وترحالهم. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة الأولى وإلى مقدمة الشوط. هنا مع المركز الأول ومع الصدارة مبهر، يا مبهرهم يا مبهر. هنا مع هذه الأجواء القائمة كليا على ميدان الوثبة وضواحيها، ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء جميلة رائعة رياضية مميزة دائما. وإذا اجتمعت الأجواء مع الناموس، يا سلام، ناموس وأجواء جميلة، يعني نتيجة مميزة وشعور لا يوصف. لكني بتابع الأداء وبتابع الشعارات وبتابع الأسماء التي تنطلق، التي تبحث، التي تطمح، التي ترقب بالفوز والانتصار. وين يا مبهر وين؟ سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري يتصدر في منطقة النصر والانتصار، في منطقة النصر والانتصار يتقدم المنصوري، لكن النصر الآخر بدأ واسمه النصر لفاضل بن راشد بن سالم. الشامسي قادم على المركز الثاني، ثالثا ري سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد ايضا يتقدم بالمركز الثالث. اما المركز الرابع فهذا هو ملفت حمد بن سيف بن محمد بن عيف، ووصلوا هناك مكفي وصل النشمي بن حمد بن متعب العامري يصل بشعاره الجميل. هنا احد ممثلي ميدان الساد، البوابة 11 معروفة يا جماعة، معروفة لا تحتاج الى تعريف. هنا ينطلق بن متعب والكل يهجم والكل ينطلق. الله بن مروشد هنا الكيلو المتر الاخير، الكيلو الكبير، بدأت الاسماء الكبار واختلطت الشعارات. وهنا بن مروشد يقدم لنا ري سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد، لكن من اللي وصل، من اللي تحرك مكفي، انتهى مكفي عن الكل موفي لك في قلبي قصر وسوار ومدينة، هذا هو مكفي. النشمي بن حمد بن متعب العامري ينطلق يا ابو حمد الجماعة واصلين. من اللي وصل ماهر سيف بن خليفة بن راشد المهيري بالمركز الثالث، المركز الرابع ملفت حمد بن سيف بن محمد بن عيف، والمركز الخامس صياد محمد بن صغير بن محمد المنصوري. لكن راح انطلق مكفي بشعار النشمي بن حمد بن متعب العامري. بالفعل نشمي طار بالسلام مع مكفي النشمي بن حمد بن متعب العامري. سلام ابناء الساد هناك مع هذا الانطلاق، مشكور يا محمد بن مسلم. هنا مع الاداء الكبير والفوز والانتصار المركز الثاني. وصل ري لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد. المركز الثالث ماهر سيف بن خليفة بن راشد المهيري. المركز الرابع صياد محمد بن صغير بن محمد المنصوري، والمركز الخامس ملفت حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. إذن متابعين العزاء ومستمعين الأفاضل، منافسة شيقة وإبداع كبير، وأبناء الساد أبناء البوابة 11 يحتضنون هذا الفوز والانتصار الجميل بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 14 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك مكفي نشمي بن حمد بن متعب العامري. المركز الثاني 9 دقائق 14 ثانية 7 أجزاء من الثانية كان ري لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد. المركز الثالث 9 دقائق 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية اللي على المركز الثالث. هناك ماهر سيف بن خليفة بن راشد المهيري. تهانين الناموس لجميع الفائزين.